مثلك جهنم، فنزل قول الله جل وعلا: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يا محمد بأبي وأمي وروحي، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر؟ بلى ورب الكعبة إنه لقادر. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. قال ربنا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة عن الصادق رسول الله، قال الله تعالى: كذبني ابن آدم. يا الله، كذبت ربك يا ابن آدم. كذبني ابن آدم وهو لا يدري. يقول ربنا في الحديث القدسي: كذبني ابن آدم وهو لا يدري. والحديث في البخاري وغيره. فقال جل وعلا: أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. يا الله، الذي خلق من العدم قادر على أن يعيد من موجود، بل قادر على أن يعيد من العدم وعلى أن يخلق من العدم، قادر على كل شيء. كذب ابن آدم وهو لا يدري. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وشتمني ابن آدم وهو لا يدري. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الواحد الأحد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. قال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بل وذكر الله جل وعلا لنا في قرآنه أمثلة رائعة على قضية البعث بعد الموت. اقرأ معي قول الله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت، وهو النمرود بن كنعان. قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. اسمع: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. إيه الموضوع ده؟ العزير رجل من بني إسرائيل ضرب الله عز وجل به المثل لقضية البعث بعد الموت، يركب حمارة فأماته الله عز وجل 100 عام ثم بعثه.
وسأله ربنا جل وعلا عن طريق الملك كم لبثت، فنظر وجد الشمس تميل إلى الغروب، فظن أنها شمس اليوم الذي نام فيه، فقال لبثت يوما أو بعض يوم، يوم أو يوم إلا شوية. قال بل لبثت 100 عام. طب إزاي أعرف؟ لابد من وجه مقارنة ثابت ووجه مقارنة متغير. إيه وجه المقارنة الثابت؟ الطعام والشراب، لم يتسنه، يعني لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه. عاوز حضرتك تجيب لي ديب فريزر على وجه الأرض الآن تحتفظ فيه بالطعام لمدة 100 سنة لا يتغير لون الطعام ولا طعمه ولا ريحه. سبحان من هو على كل شيء قدير. ده وجه المقارنة الثابت. انظر إلى طعامك وشرابك، لن يتسنه، لن يتغير. طب وجه المقارنة المتغير؟ الحمار صار عظاما بالية، صار ترابا. الله أكبر، أمر الله عز وجل بإحياء الحمار. بدأت العظام تتجمع من هنا ومن هناك، الرجل مع الرجل والإيد مع الإيد والعظام الوجه لعظام الوجه وعظام الظهر للظهر، لا إله إلا الله. ثم كسيت العظام باللحم، ثم نفخت فيه الروح، فنهق الحمار بإذن الله جل وعلا، أحياه الله أمام عينيه وبين يديه. فقال العزير أعلم أن الله على كل شيء قدير. وبعدها وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إبراهيم ما شكش، حاشا لله، لم يشك. حضرتك بتقول لي ابنك السنة دي جاب 100% في الثانوية العامة، شيخ شيخ الشهادة ما شاء الله. أقوم أنا أقول ما شاء الله، كيف حصلت على هذا المجموع؟ أنا لا أشك في أنه حصل عليه. فإبراهيم يقول ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير. ما يعني ليش بقى نعرف هدهد ولا إمام ولا حمام؟ 4 من الطير، فصرهن إليك، اذبح وقطع واخلط العظم مع الريش، بس علم، علم كل طير، ثم ادعهن يأتينك سعيا. الأول ادعهن يأتينك سعيا، وبعدين سبحان الله يفعل إبراهيم، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إلي، علمهن تماما وتعرف عليهن معرفة واضحة، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، أقطع بقى واخلط العظم مع الريش، ثم ادعهن يأتينك سعيا. ولم يقل يأتينك طيرانا، بل يأتينك سعيا، ليرى إبراهيم بعينه كل طائر. سبحان الله، بل لقد ذكر الحافظ ابن كثير وغيره أن إبراهيم أخذ برأسه بيده رؤوس الطير، فإذا ما اجتمع الجسد وكسي العظم باللحم وكسي بالريش وتقدم للخليل إبراهيم فقدم له رأسا غير رأسه لا تلتئم، فإذا قدمت رأسه التأمت، ثم جاء هذا الطائر سعيا لإبراهيم أو سعى أمام عينيه وبين يديه، ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فاكرين قصة أصحاب الكهف؟ رب العزة تبارك وتعالى قل فلبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، الله 309 سنة في الكهف، ثم بعثناهم، أحياهم الله جل وعلا وبعثهم الله تبارك وتعالى بعد 309 سنة من الموت. لا إله إلا الله. ويبين لنا نبينا، وأختم الحلقة بهذا الحديث الجميل، يبين لنا كذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قضية البعث، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. خلي بالك من الرواية الجميلة دي، يقول الحبيب كان في من كان قبلكم رجل أسرف على نفسه، يعني بالذنوب والمعاصي، فلما حضرته الوفاة جمع أولاده وقال لبنيه إذا مت فحرقوني، يوصي أولاده إذا مات أن يحرقوه، إذا مت فحرقوني حتى إذا صرت فحما